دي المخرجة المفضلة ليا في الوسط الفني، كاملة أبو ذكري، ساندرا نشأت، شيرين عادل. ساندرا نشأت، لو رجع بيا الزمن ما كنتش هشارك في الفيلم ده، علمني الحب، أشتاتا أشتوت، خالتي فرنسا. ما التلاتة بحبهم. طب يعني لو التلاتة في بحبهم، واحد منهم مش هتشارك فيه ده. خالتي فرنسا. ليه؟ ما كان علي رجب الله يرحمه كان مغلس عليها شوية. اختار مخرج واحد من دول تبعت له رسالة من خلال البرنامج أو تسأله سؤال. محمد سامي، تامر محسن، بيتر ميمي. أنا بحب الشغل مع تامر محسن جدا، يعني نفسي أشتغل مع تامر. إن تامر من المخرجين اللي هم بيلعبوا بره الصندوق. يعني حتى الأوديشن عند تامر محسن مختلف. يعني تامر ده برضو يعني أنا مسمي، أنا ما اشتغلتش معاه، ما أعرفوش أصلا، بس عارف شغله يعني. بس تامر من الناس اللي بيهتموا بالممثل بشكل جيد جدا، وبيهتم بتفاصيل زي أسامة فوزي الله يرحمه. لا تامر طبعا. أيوه لو عايز تبعت له رسالة بقى. تامر عايز يشتغل معاك يا تامر. فنان بتتابع أعماله في الدراما الفترة الأخيرة ونفسك تشتغل معاه، مصطفى شعبان، محمد رمضان، أمير كرار. طارق لطفي. ده اختيار رابع. طب لو قلت لك من الاختيارات دي قولي تاني كده. مصطفى شعبان، محمد رمضان، أمير كرار. طارق لطفي. ولو قلتها مرة تالتة هتقول طارق لطفي. انا بحب اتفرج على طارق جدا. بتحب تتفرج من طارق جدا. تتفرج له على طاولة دلوقتي؟ ما طارق لو كح بتعلم من طارق. ياه. لا طارق فظيع. مع احترامي لكل زمايلي وكل حاجة، بس لا انا بحب طارق بعض اتعلم منه. هو ممثل طبعا ممتاز. بعض اتعلم طبعاً. فعلا يعني. طبعاً.